مولاي السلطان عاشور العاشر. شعر تعيط مع صباح يا ابن عمي، نقص فيا من صوتك. صباح الخير عليكم. واش كاين جديد؟ مولاي هاي صارت كارثه. غير الخير. الاسعار تاع الزيت راهي طاحت. الزيت ليش؟ المملكات اللي خدموا الزيت كيما حنا ما حبوش ينقصوا من الانتاج، ولذا الزيت راهي تعمت في السوق. سمك شغل ما كاش كيف هذوك لو كان يزيدوا لا شويه في السوق؟ ما نقدروش مولاي. علاش؟ على خاطر الاسعار تخضع القانون العرض والطلب في السوق الدوليه. قريت مليح عند حماني صح؟ مصيبه هذه. مولاي الفلون تاعك بتشيكولا كل عدا مولاي. اللي ترات مخوك تحك ما كريس كاردياك مولاي. انا في رايي مولاي راك تخمم باش نزيدوا في الاسعار تاع المواد الغذائيه، هكذا ما نطيحوش في ازمه اقتصاديه. تما لازم نخمم باش نزيدوا لهم. تعجبني يا مولاي كي تخمم نزيدوا لهم. وزير هذا القرار خطير، سكان المملكة غير كما طلعنا لهم في الأسعار، وهذا الشيء قدر يخلق لنا فوضى. مولاي ما تكسرش راسك، السكان أنا نتحكم فيهم بالجيش. اسمح لي مولاي، ولكن الجيش هما ولاد السكان وحتى هما رايحين يتقاسوا. وهذه غابت لكم ابن عمي، زيدوا لهم في السومة وبيعوا لهم رخيص هذا المكان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عطيني زوج كيلو بانر خويا. الله، ثلاثة دينار عاشورية. شعال ثلاثة دينار على عام الشر، غير البارح كان نص دينار الكيلو. شحال البطاطا خويا؟ زوج دينار. شحال؟ هبلتو؟ ما تحشموش، حبيتوا ديروا دراهم على ظهر الناس. بعدا نرقدوا ونوضوا نلقوا كل شيء زاد. أنا خاطيني الحاجة، شوفي مع عاشور هو اللي دار البري. هادي مليحة، وهذا وش راهو حاب عندنا؟ نموتوا ما نعيشوش. واش بيك خروفة؟ شكون خلص فيك؟ المارشي نتنيه على جالك. حبوا ياكلونا، بعد كيلو تاع البانم 3 دينار. 3 دينار؟ أنا خاطيني خويا ماجد، نوري جا ليا البارح وقال لي مولاي عاشور قال له قول لهم يزيدوا في البري. وأنا واش ندير ما نخدمش؟ هنا عاشور مرقها بزاف. هذه لافوت تاعنا، كي شفنا ما درناش على الزيادة تاع الشهر اللي فات، حلات له راهو غير يزيد. الحالة راهي تغلي في المارشي. خوتي، عاشور يفهم غير بالقزول، تاخذوا رأي، نصدموا له القصر. عنده الحق باللوطا، عاشور لو كانوا سكتوا له، لولو كنت نفسه خلصوا. ما لا تبعوني نروحوا ليه. هيا يوم نفروها. يا عاشور اخرج عنا هضر معاك. نوري قول لهم بلي مانيش هنا. ما تقلقوش مولاي عاشور راه يقول لكم بلي ما كاشو. حكرونا بلا راهو راه مينا في الثقيل ما حبش يخرج. سي نورمال شمها قارصه اليوم تتروبل. تكلنا لكم بزاف ما حبيتوش تفهموا روحكم، ولينا كاع ما نقدرش نبيعوه. شكون تحب تهضر معاهم يا مولاي؟ اي بصح قال لهم نوري مانيش هنا. كيفاه نكذب الراجل؟ يا نمار منكم كرهتونا المعيشه. قولوا يا خرجنا يا خلطوها. نوري قول لهم هذيك الزياده اللي هضرنا عليها اللي ما كاش منها، قلنا غير نفسروا برك. مولاي راه يقول لكم الزياده اللي قال لكم عليها ما كاش منها، كان غير يزعق معكم وانتم ليه اللي زعفتوا بن عمي. ماشي قلت لنا ما كاشو، كان يهضر معايا بالسكايب. يا طبطب كي ولات في القزول دورتوها قصره. هيا نروح. هيا هيا راهم راحوا ساي راهي فرات. راحوا كاع كاع على بالك كنت حاب نهضر معاهم. قربك شغل ريزيرفي لي بيي بروميير كلاس درك يلزم نروح عند حمانيوس. حاضر مولاي. تسمى ذوكا كيفاش نقعدوا غير نستناو فيها؟ انا لو كان تاخذ رايي نروحوا ذوك المملكه تاعنا. يا مولاي والازمه. الازمه الازمه الازمه، ما
نشوفوا كيفاش نزيدوا لهم في السومه ونديروا خطبه ونحاولوا كيفاش نصبرهم وهذا ما كان. نصبرهم باش. باش. وانا نعرف باش. قنديل انا كنت حاسب بالحل راه عندك. باش قلت لي بلي كل المماليك يكلميوا السكان تاعهم بالبالون. البالون على المملكات الاخرين ماشي احنا. وعلاش؟ خطر الفريق نتاعنا كل خطره اللي يلعب ياخذ طريح. وزيد نخبرك يا مولاي قتلوا غير مباراه واحده وغير قول راهو مقصي. شي قلتوا جبنا لي جوار من الخارج ويلعبوا مليح وخلصناهم بدراهم كبار. واحد يماركي كوتسيز وواحد تيت بلونجود وواحد بالطالون وهذا اللي جوار فهمني قنديل وراهم. بصح يا مولاي شي طلع لهم للدماغ. والحل؟ انا حل واحد. وشنو هو؟ هو السلف من عند ملك دحمانوس. مولاي عشر العشر فارس قنديل صافي شويه؟ فارس اسمح لي ماذا بيا لو كان تشوفنا دحمانوس على خاطر احنا رانا نستناو وما عندناش الوقت بزاف لازم نروحوا للمملكه. شو هذا مولاي غير واحد يدخل عند دحمانوس ماشي سهلة على بالك هنا يلقلك بروتوكولات يلقلك تاوي ما يسهل هنايا مولاي زيد على بالك انا راني مشغول راني دين بالخدمة مولاي دحمانوس عادير فيا ثقة وكل شيء على بالك واش راه طايح على كتافي انا على بالي باللي الدم بيناتنا وكاع بصح كيسمح لي طلع لك الشان وليت بروتوكول وليت دحمانوس وليت مشغول الدنيا تدور مولاي فارس وش راك دير هنا؟ ماشي وصيتك تروح تغسل العواد وشريطوس؟ امرك مولاي فارس الله يعاونك عاشور العاشر قنديل مرحبا بكم زرتنا باراكوس الله يبارك فيك دحمانيش في الحقيقه راني قدش كيفاش نعبر لك فرحان بزاف على الانترفونسيون تاعك هذه اللي درتها نهار السلاف. عاشور صبر صبر صبر. رانا صابرين. تما غير كيما خرجوا من عندي لا كوميسيون تاع البونكوس. على بالي. وقالوا لي باللي السلفوس امبوسيبلوس. صار عليك دحمانوس. نقدروا نعرفوا سبب هذا الرفض يا ملك دحمانوس؟ لاخاطرش ما عندكمش الديموس كراتوس. سامحني دحمانوس احنا في المملكه العاشوريه السكان كاع عندهم لي ديمو ويحكموا تقريبا كاع لي شان دحمانوس قول له قنديل يا مولاي راهو يهضر على الديمقراطيه عاشور ولا حبيت نسلفوا لك دراهم لازم تطبق الديمقراطوس في المملكه تاعك اي والله مولاي احنا الكل حاضرين تقدر تفتح الاجتماع البوكا تاع لا فامي اي تقول باش تسلف لنا الدراهم ونخرجوا من هذه الازمه اللي رانا فيها لازم نطبقوا الديمقراطيه ما تقوليش برك قبلت لهم مولاي لا لا ايه شنو هذه لا لا ايه لا لا ولا ايه لا ليه مولاي لقمان مولاي عاشور ما عندوش حل اخر من غير تطبيق الديمقراطيه نستعرف بك مولاي درت هدا شابه دوك سكان المملكه كامل يفرحوا بك الله يسلمك بنتي مولاي خبري يفرح وهكذا مملكتنا راح تكون في طريق التطور واش من تطور هبلتو على بالك باللي الديمقراطيه هي اللي رافده المملكه تاع دحمانس باش نزيد نقول لك خاطرش تبعيني وما ثمك عيطوا لها في اللغه تاعهم كريتوس داموس ديموس كراتوس اي بالاوس مولاي ما راكش راح تندم عليها وانا راني واقفه معك باش نحقوها وهو كذلك يا بنتي مولاي هيا خلاص جولي استرف عي دير ديمقراطيه الى حبيت بصح دير مليح في بالك حاجه باللي كامل كيما رانا لهنا راح ندخلوا في حيط مولاي لقمان راح نطبقوا الديمقراطيه غير باش نقبضوا الدراهم وبعد كي نحو لهم الشاك زويت رويت يا سكان المملكة
خبر ذات منفعة خاصة. سلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمركم يزيد في عمره، راه يسلم عليكم وانتم تسلموا عليه بزاف بزاف، وراه يقولكم باللي برعايته وتحت إشرافه المملكة العاشورية رايحة تولي مملكة ديمقراطية. مملكة ديمقراطية؟ في ديمقراطية ما راكش تسمع؟ إذا ما حتسقم المملكة بيسير، يا تسقم يا ما تسقمش. هذه حدا شابة ديال عاشور حاجة تفرح. وحنا واش رانا حين نستفادوا؟ مولاي راه يقولكم هذه الديمقراطية يسربوا معاها حرية الهضرة، حب يقول تقولوا له واش تحبوا. واش نحبوا واش نحبوا؟ اللي في قلبكم قولوها واللي في راسكم ديروها، بصح بالقدر. ها احنا ما حقروناش. والى اشعار اخر ان شاء الله. تحيه ديمقراطيه. ديمقراطيه تاع فيستي. راحت المملكه يا حليل. هيا فهمي. مولاي السلطان عاشور العاشر. مرحبا بك دحمانيس، نورت القصر في الظلمة. اوه سامحني دحمانيس، استقبلتك بالبيجاما خاش كنا حين نرقد وما خليتليش لوكازيون نبدل. معليش عاشور، حتى انا ديت لك زدمة ماشي في وقتيس. حتى الصح. لا لا مولاي دحمانيس، مرحبا بك في اي وقت، القصر قصرك. قنديل هذا الزدمة تعليل فيها اللوش. اصبر يا مولاي، شوفوا قبل واش جابوا. عاشور جبت لك شيك بونكوس. هذا خبر يفرح تاع الصح يا دحمانيس. وانت بفيت وسوستو صح كالميوزا. باش نعطي لك هذا الشيك لازم نفيريفيو لا ديموكراتوس او سي جاميوس. قندير هذاك اللوش اللي قلت لك عليه فيه اللوش. او تعجبني يا مولاي كي تشم اللوش. ودرك نقدروا نروحوا نشوفوا ديموكراتوس في الظلمه دومينا. الديمقراطية في النهار. أنا في رأيي تستعفاو، نوجد لكم الشمبرة باش تباتوا، وغدوة ربي يعمل تاويل. تحماني السنة كل الصباح خير نشرب قهوتي، نجوز على كل سكان المملكة ونشوف واش يحتاجوا. نورمالي سعشور. هذه باليد، يخدموا القفاف، يخدموا المريوحات. مولي عاشور، ياك أنا في ديمقراطية. رانا في الديمقراطية ليك ولكل سكان المملكة. إما لا تسلطان قرع. قرعوش. حنا كان حابو نشكرو واحد، نشكروه بالخضرة كما تالفت شوية أكثر. إن شاء الله نوصلو لرانا. جيت. راني هنا. الله لا تربحك. الله يسلمك. حاشور واش نقول لك؟ هادي هي حرية التعبير. ايه بصح واعرف عندك ما تسمح بصح وذنك. واش عاشور وحقنا تاع الزيت. صح صح عاشور. ما راكش تعطي لهم الزيت يا ولدي؟ لا لا هذا راه الزيت عندهم عمره في الدار، مريض من عقله مهبوله. ايه حق يروحوا للقهوه. عاشور القهوه منا ماشي منا. ايه تفضل مامي سنستريمو. مولي عاشور عاش من شافك. ان شاء الله ان شاء الله. مسكينة عمية ما تشوفش. بين تشوف صحيح ما تشوفش. واش نقول لك عاشور، على 300 سنة وحنا مع الديمقراطيس جامي لحقنا لهاد الدرجة. حنا مقلقين دحمانيس، في دقيقة نوصلوا ليها. يسطر وجهك. ومازال تزيد تشوف. عاشورك عجبس. جماعه جماعه نوضوا نتجاوزوا روحكم. ديمقراطيه. مولاي عاشور. عبلة بنتي. ملك دحمانوس مرحبا بك في المملكة العاشورية الديمقراطية. سكان المملكة كما راك تشوف وجدوا لك قاعدة باش يرحبوا بك. جراسي أميرة عبلة، راكم درتوا لي هدا شابوس. يعطيك الصحة بنتي. بابا راني بوستيت لك الحالة. ملي دحمانيس جبت لك شوية مقروط، بعثته لك العجوزة، قلت لك تحية الديمقراطية.
انا جامي تبكي مخروطه ومعد ومعد داك صاحب انت راكي بوسيت الحاجه شويه بزاف مخروط مولاي مازال ما شت والو مولاي دحمانوس سكان المملكه يرحبوا بك ويطلبوا منك باش تساعدهم في تحقيق الديمقراطيه يا سير اني هنا يا سكان مملكه عاشوريه واش نقول لكم المملكه تاعكم رجعت مملكه ديمقراطيس معناتها عندكم حريه التعبيروس وخلاص هذيك تاع السلطان والسكان راكم كاع كيف كيف عنده الحق دحمانوس حنا عند ربي كاع كيف كيف وديروا في بالكم باللي السلطان الواحد هذاك يحكم خلاص سي ستوبوس كل واحد فيكم يقدر يحكم البوفواروس ما تزيدليش مولاي دحمانوس زعما انا نقدر نولي سلطان عاود بولو انتوما كامل تقدروا تولوا بلاصتي وعاشر عاشر بصح لازم شويه نظام ديروا الاحزاب ديروا الانتخابات وتخيروا الواحد اللي يقدر يديروا بلاصتي عاشر عاشر ولا واش قال عاشر ديمقراطيه ثم هكذا نقدروا نفوتوا على جواد 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 كنت شامها ما يلاطيوش تمتم تحلو عينيهم لو يعرفوا الانتخابات يفوتوا على السي جواد وانت مولاي ما درت حتى كلمة قاعد تشوف فيهم علاش عم بالك انا اختك عبلة انا كي لحقت القهوة واش نقول لك الحالة كاع مقلوبة والعياط على خاطر تحبي تهلا عمرك مولاي هذه هي دحبينا نديروا الديمقراطية لازم نسمحوا من حقنا ولازم نتعلموا نسمعوا السكان حتى لو كان ما يعجبناش رايهم كيف بصح مولاتي هنا راكي تلعبي بمنصب تاع مولاي انا هذه اللي غلطت لي مولاي ماشي قلت لك تحب دير ديمقراطيه ها بصح انا قلت الديمقراطيه غير ثم ماشي ديمقراطيه ماشي الفوت والعياط ومنش عارف لا لا كنت ما كنا نكذبوا على السكان مع كل احتراماتي مولاي عيب علينا انا ثاني مع كل احتراماتي لك يا برهان المملكه تاعي وندير فيها واش نلعب اوي صار هكذا صحه انا اللي رايحه على خاطرش مانيش حابه نتبهدل مع سكان المملكه وراك رايحه بنتي راني رايحه عندي ما وين كاين الديمقراطيه تاع الصح عبلة 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 خليها مولاي خليها خليها يا ما توجدها الحال اسمح لي بالانصراف مولاي روح 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 زعفوا ولا قعدوا شوف يا مولاي هاي بدات تقراص الحاله انا في رايي راك تخمم باش نردوا هاد السلف هذه لو كان خممت لها مقبل دحماني شاطاني الشاك وهضرت معاه وراه وراح شي ما يعطل مولاي رجع له الشاك تاعو بصح ما كاش كيفاش يما كي بدات تقب منه كي ولي جواد سلطان نزاو الوزيرية خلاص الحقرة وحقنا تازيد ما فيهاش جواد سلطان معناتها حقكم ما يضيعش سير بيكم حقكم تاع الزيت كل شهر ويطلع لكم قيمتكم قدام كاع المملكات الاخرين معناتها المملكة تاعنا تولي خير من السويس جواد سلطان 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 التوا نوريه نص نهار كامل على فص ثومه ونمشيت ها بالعقل نوريه نهار كامل وانا ندور في مرشين حوس على الثوم تعرف شحال لقيتها ولا لا 2000 دينار عاشوري اوه 2000 دينار الثوم اللي كنت انا نتكبر عليه ولا هو يتكبر عليا بن عمي اي ها باش نتكبروا عليها احنا مش لازم الثوم نطيبوا بلاش ها ضرب من الثوم ولا ليها شان يسمى مالك واش متوم انا مولاتي نوريا جيت نوصيك باش تردي بالك على القصر انا رايحه فياج عند حمانوس ان شاء الله خير نوري واه نوري اخرى بن عمي
راني حاسه كلي شغل خرجت لي تكميشه راني باغي نروح ندير ليفتين. ليلي مطلوقه تهبل ما عندك حتى شيء انت تقتل انت تماني مهبوله انا ما كيش تشوفي ليلي لطف عليك هنا نقص نظر وري ترى تكميش تقول كرشه نوريا تما صح يا مولاتي صح ومش صح وانت خذ لي تحب عرفتها من عمي مولاتي شحال طرف على تكميشات روح عند حمانيس معنيها كنت مد دوزنيك وتسمع لا بغيت نقول لك اودي على عامله تاع تكميشه تاع شحال دير لنا متوسط عن ثوم نوري تحكي على مولاتي انت ياه اي تصرف امشي للمارشي جيب البصل بصل وبالبصل تقدر يدير لي مثوم لا يا حبي باش نعمل لك المبصل الله يسلمك نوري صحيتي واو عليا مولاي ماشي رحت علينا مولاي غير الخير واش كاين الغاشي كل راهو مع جواد وراهو غير يزيد شرا وين اللي بالي انا ما سبتهمش مولاي تقدر تروح بيتي مولاي كنت تسمعوا هذا جواد راهو يلعب لي بلاستي راك تسمع يا برهان وماشي غير بلاستيك يا مولاي بلاستنا كامل مولاي انا قلت لك ما عندناش حل واحد اخر كنت اخذ رايي خليني نصدم له في الليل نخملو ضربه واحده والضو ما يزيد يشوفها لا لا يا وليدي على بالك لو كنت تصدم عليه يصدم علينا دحمانيس انا اللي الضو ما يزيدش يشوفه اسمح لي يا مولاي المشكله ما راهي لا في جواد ولا في سكن المملكه وراو المشكل راهو فينا احنا يا مولاي كيفاش احنا اللي رانا نكذبوا عليهم يا مولاي ورد الفعل نتاعهم منطقي اوي منطقي مولاي هاد بلاد اسمح لي يا مولاي لقمان شوف يا مولاي هي عجبتني الفكره اللي هي تخطر في بالك وهي الحل الوحيد اللي يقدر يسلكنا انا ماذا بيا لو كان تقول لي الفكره هذه اللي تخطر في بالي يا وزير من دراهم اللي سلفهم لنا دحمانوس قبل ما يخلصوا نستغلهم للحمله الانتخابيه تاعك ولكن يا مولاي طريقتنا يا سكان المملكه مولاي سلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمره ويزيد في عمركم بس تعليها الخطره برك ها راه راح يديكم خطاب رسمي اوفيسيال غادي يشكركم كي راهو رايح يربح في البوف يا ودي الخطاب ولا يقعد غير هو اللي ما فوتوش عليه تحيا جواد يا عاشور غير خمك هبطه كابتك ولايتك يا عاشور العاشر كابتك ولايتك عاشور العاشر كابتك ولايتك عاشور العاشر قلت لك يا مولاي ما عندناش حل اخر تاكسي تما لازم نكابيو لهم بالدراهم نوري قلتك عاشور العاشر قلتك ولايتك عاشور العاشر قلتك ولايتك نحكي يا واحد اخرى يا سكان المملكه ديروا في بالكم باللي لو كان تفوتوا عليا ما راكمش رايحين تندموا هكذا سولو فوتوا عليك مولاي عاشور وإلا ما صوتيش من البوست تاعي نوعدكم باللي حاجه ما راح تخصني معاكم حاجه ما تخصكم معايا وهذا المره الانتخابات راح تكون حرة نزهة وشفشافة شفافة يا مولاي وشفافة نربح أنا ولا يخسر جواد أنا عندي كيف كيف المهم المصلحة تاع المملكة واش من جواد تحيا سكارة وتحيا مولاي عاصر العاصر وانتوزين في باشرين وانتوزين في باشرين وانتوزين في باشرين قلت لك بلي فكره شابه يا مولاي شوف شوف راهو رايح حساب اللي راه خاسر بصح على بالك فكره شابه بصح انا نشوف بلي الدرام تاع دحمان مسكار راح هنا شو شو ما خليش تكميشه واحده
شوف درت ليفتين كومبلي. راكي باينه تقول حطوا لك وجهك وحدوه. بصح انا راني نخمم على المصروف اللي اديته لك يا عنطاره. صرفتي كلش ولا خليتي شويه؟ عاشو هذا ليفتينغ؟ واش بغيتهم يقولوا الناس؟ السلطان رزان مرت السلطان المنتخب عندها لي غيد. ساعتي ما خمنتيش كي يقولوا السلطان المنتخب مشومر. مولاتي مولاي مولاي الفلون تاعك بالخروب ماشي كالعاده، كرشك تتشوكها مولاي. الخروب يا سيدي ولا ما درتليش تاع الشيكولا؟ ها مولاي السومه تاع الشيكولا النار شعل والازمه راهي دايره حاله ودرهم مع الناس، هضرب الخروب واحمد ربي مولاي. يعطيك الصحه النور. شو هذا؟ واش دير الخراشه؟ ما على باليش مولاي. ماشي واش كاين غير الخير؟ السكان ناضوا خلاص المصروف وقالوا لكم يزيدناش الخلصه نصدموا القصر. يصدموا القصر؟ عاشو لو كان يقتلوا لي ولا يديروا لي كاش حاجه. شكون اللي راح يقتل لك انت؟ راكي كاع معاوده ما يعقلوكش، وديجا القصر راهم مسلك اللي حتى واحد ما يدخل. جاب لك ربي راهم في غاشي، لو كان يصدموا القصر واحد ما يبقى. شو شو واش نديروا؟ ما تخافيش مولاتي عندي الحل، يا يسلكنا يا ما يسلكناش. واش هو الحل؟ ها نقصلوا في السومه تاع التوم وخلاص. عيشوا